السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب، اضغطوا على زر الاعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. كشفت مصادر صحفية قريبة من بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن بيتكوفيتش قد استقر على بعض الأسماء لاستدائهم في التربص القادم، من بينهم نجم نادي كولومبوس في الدوري الأمريكي الممتاز محمد فارسي الذي قد ولد في 16 ديسمبر عام 1999 وعمره حاليا 24 سنة تقريبا وطوله 180 سنتيمترا ويمتلك الجنسية الكندية والجزائرية، وقد تراجع رسميا عن تمثيل منتخب كندا لأقل من 23 سنة من أجل تلبية دعوة المنتخب الوطني الجزائري. ويتميز محمد فارسي بالروح القيادية داخل الملعب وتوجيه زملائه وكذا الانضباط التكتيكي والقدرة على تسجيل الأهداف دون ترويض الكرة أي من لمسة واحدة، ومنصبه هو جناح أيمن أو متوسط ميدان هجومي. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وصلوا على رسول الله.